السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا لكم بواحد الوصفة وهي عبارة عن ميني بطبوط يجي في المذاق روعة 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 وحشوة لذيذة. شنو عندنا؟ عندنا 4 كيسان ديال العنبة ديال الفوس مع كاس عنبة ديال الفينو، عندنا معلقة صغيرة ديال الخميرة ها هي، وعندنا المليحة راس معلقة صغيرة على حسب الذوق ديال الملحة، عندنا معلقة صغيرة ديال سنيدة، عندنا معلقة ديال الزيت. غادي نجمعوا هذا الشيء بالمدافي ونجمعوا هذه العجينه ديالنا بالمدافي بحال هكا، المهم انا غنبقى على هذا الشكل هذا تنكمل العجينه ديالي ونتلاقى ونوريكم الشكل النهائي كي غيجي ديالي. من بعد ما جلنا العجين المخمر ديالنا غادي نشكلهم كويرات صغارين بحال هذا الشكل هكا، كيجيو معنا خفافين بحال هذا الشكل، بحال غير شكلهم ليبيات، ونحطوهم في اللاطه بحال هكا. نستعين بشويه ديال الدقيق هانتوما بحال هكذا، وندير وحده اخرى معكم بحال هكا. هي العجينه كتلصق معكم حيت خفيفه شويه، مهم كديروا لها الطحين ما كتبقاش. نبقاو مستمرين على هذا الشكل هكا ونتلاقاو ونوريكم كي طريقه كيفاش نديروا نعمروهم في الحشوه. بعد ما كورناهم كنديروا لهم بحال هذا الشكل هكا، غادي نغطيهم نخليهم غير شويه يرتاحوا ونتلاقاو باش نعمروهم. بعد غادي ندوزوا للحشوه ديال الميني بطبوط اللي غادي نديروا. شنو عندنا فيها؟ عندنا البصله، عندنا فلفله خضراء، عندنا شويه د المعدنوس، عندنا التويمه ها هي رويس التويمه، فص ديال الثومه، عندنا فلفله حمراء. بالنسبه للتوابل عندنا شويه سكينجبير، معلقه صغيره سكينجبير، معلقه صغيره د الخرقوم، معلقه صغيره راس معلقه د البزار، شويه د الهريسه اللي عنده، معلقه صغيره د التحميره، والملح على حسب الذوق. ومي غنطيبوا هذا الشيء هذا كامل والزيت بطبيعه الحال، غادي نتلاقاو باش نوريكم الحشوه اللي غادي نديروا لها. ندوزو نديروا البصله في المقلاه تشحر، وغنزيدوا عليها الفلفله، الفلاح اللي درنا كامل، غنزيدوا التوابل، نزيدو التوابل كامله لان غنخليها تشكي تشحر فوق البوطه. من بعد نتلاقاو نوريكم كيفاش غادي شنو غنزيدو عليها. من بعد ما طابت لنا الحشوه ديالنا غادي ناخذو الطون وغادي نزيدو الطون بالمطيشه ونزيدو عليها، غادي نخلطو وغندوزو دابا للعجينه. نخليو الحشوه تبرد وغندوزو العجينه ديال البطبوط ديالنا، وهانتوما معانا. من بعد البنات كناخذو الكواره كنديرو لها بحال هذا الشكل هكا، كنطبقوها بحال هذا الشكل هكذا، نخليوها من الوسط شويه غليظه. غادي ناخذو الحشوه غادي نديروها في وسط منها، غادي نجمعو بحال هكذا بحال هكا، هاو غادي بحال هكا. وانا راني درت المقله ديالي فوق البوطه باش غادي نطيبهم، خاصها تكون سخونه، كندير لها بحال هكذا، كندهنها بشويه ديال الزبيده بحال هكا، غادي نحطها. انا ولي نهز معكم وحده اخرى، غادي نطلق المخمر ديالنا هكا على هذا الشكل هكا، غنزيد الحشوه غادي نجمع. غنبقى مستمره انا على هذه الطريقه هذه تنكمل ديك العجينه اللي باقالي ونتلاقاو نوريكم كيفاش نطيبوهم. من بعد البنات كناخذوا الكوايرات ديالنا ميني بطبوط ديالنا ولا بطيطات ديالنا، كنقرصوهم على هذا الشكل هكا وكنديروهم فوق البوطه يطيبو.
كتكون المقله سخونه. انا راني وديت في اخرى كطيب، غنبقاو غاديين على هذا الشكل هكا تيطيبو، ونوريكم الشكل النهائي ديالو كي غيجي. من بعد ما طاب المخمر ديالنا اللي معمر بالطون والفلافل كيجي على هذا الشكل هكا، كيجي مزيون والمذاق زوين. الى عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاحباب والاصحاب، وتابوناو معنا في القناه وديروا جيم لايك لايك لايك.